جائزة أفضل ممثل عن مسلسل رسالة الإمام، الفنان المبدع نضال الشفعي. السلام عليكم. طبعا انا عارف ما حدش سامع وكله مركز في، يعني ربنا يعينكم ويقويكم طبعا. وانا بشكر الاستاذ علاء الكحكي جدا جدا والاستاذ اخويا احمد الهواري، واشكر مجموعه وشوشه على هذا التكريم. ولكن حابب بس، انا صليت صلاه استخاره عشان اذا كنت اعرف اتكلم ولا لا اصلا، يعني انا متردد دايما بقول للصحفيين ما فيش حاجه انا اصلا فيا بينفع تكتبوها، فما تكتبوش اصلا حاجه. يعني حتى الهواري يعني ما بيجي لي كده يقول لي تعالى نعمل حاجه يا ابني كده لله. فيعني في الحقيقه انا بس حابب بشكل ما فيهوش مزايده رخيصه، لان انا كلنا موجوعين باللي بيحصل في غزه، فارجو من حضراتكم ان انتوا تدعوا لاهل غزه من قلوبكم ان ربنا يشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويرتدوا الى ارضهم باذن الله سالمين. اللهم اصلح احوالنا جميعا واحوال مصر، واحفظ مصر واهلنا في غزه وفي فلسطين والعرب جميعا. شكرا جزيلا.